وعشان الانسان يرفع راسه لفوق ويحس ان هو مصري لازم يحس ان مصر ما بتبخلش عليه بحاجه وتديله بعض الامن والامان دي الحكايه ببساطه وعشان كده استفزتني القصه اللي هعرضها لحضراتكم دلوقتي عشان وقتكم وقتنا هرحب بضيوفي على طول العوضي السيد محمد اهلا أهل وسهلا أهل بيك اهلا بك يا أهل استاذ ومدام ايناس محمد فكري اهلا وسهلا بيك اهلا أهل وسهلا واستاذه سماح جمال عبد الرؤوف اهلا وسهلا يا سماح الحكايه دي في كفر سعد مركز السنبلاوين بمحافظه الدقهليه ايه اللي حصل يا حاج العوضي لا. اللي حصل كان في خلاف ما بين عائله الحاج محمد فكري والعائلة نصبه علام مم. عائله الحاج فكري ده يبقى جوز اختي ولكن طبعا انت سيادتك عارف النظام البائس والفساد في الشرطه يوجد اكثر ثلاث ابناء لمصبح علام يعملوا امناء شرطه مم وواحد رابع ضابط بالقوات المسلحه ممكن يعتدوا على اولاد اختي ويرجعوا على الشغل تاني ولما يروحوا يعملوا لهم محضر في مركز السنبلوين في مجاملات من المركز ليهم يعني اولا الخناقه خليني بس انت بتنط اجزاء مهمه جدا أيوة الخناقه كانت بسبب ايه؟ اتخانقوا في ابوهم مات ايوه صح؟ صح ابوهم مات ايوه وبعد ما مات المحكمه عملت ايه؟ في حكم صدر على أبناء أختي جميعا اللي يعني هم كام واحد؟ خمسة والسادس كمان زوج بنت أختي السادس معاهم ويعني في فيلم هندي حصل بترتيب من من المركز والمباحث الخمسة اتحكم عليهم بإيه؟ بمؤبد هم. خمسة من خمس. العيلة آه. الراجل مات في خناقة آه أبو العيلة اللي هم بيتهموها النهاردة إن هي بتضيق عليهم الحياة مات في خناقه موجوده بين الاثنين مش هخش في تفاصيل الخناقه لان دي ما تعنينيش في النهايه القضاء قال كلمته مع احترام الكامل لاحكام القضاء احترام الكامل اه ذهلت من ان خمسه ياخدوا مؤبد آه ولكن ده حكم المحكمه ويجب ان نحترمه وننحني له احتراما خمسه خدوا مؤبد خمسه خدوا مؤبد آه و... وبينفذوا الحكم وبينفذوا الحكم اه بس بيهم قصه ثانيه هنتكلم عليها في وقتها ما تخليش الامور تختلط معاك هنتكلم عليها في وقتها آه آه بعد خلاص دول خمسه اتقبض عليهم بينفذوا الحكم ايوه يا باشا ايه اللي بيحصل معاكم بقى اللي بيحصل دلوقتي الموجودين حريم يعني مم. الموجودين في البيت الموجود رجاله العيله كلها كلها محبوس. كلها محبوسه الموجودين فين ده, ده في كفر سعد مركز السنبلوي أيوة. ابناء الخصوم بتاعتنا مش سايبينهم كل ما يشوفوا البنت في الشارع يضربوها يهنوها تروح تعمل محضر في الاسم يقول لها مش مشكله عدي ده ابوهم مات ده كذا ده كذا وما يعملوش المحضر يعني يضربوهم ويروحوا المركز اللي مضروب واللي مجنى عليه يقعدوا على الارض ويهينوا ويحجزوا يوم واثنين في المركز والجاني يقعد على كرسي وحط رجل على رجل وتمام طيب. التمام وما يعملوش اي شيء أم. كان اروح قولي إيه إيه لي يا فندم قولي لي احنا ايه اللي بيحصل احنا الوقت بننهان وبنشتم وبنأذي لا عارفين نمر من شارعنا ولا عارفين نعمل نجد اي مصلحه يعني احنا بنمر من اراضي الناس جيراننا وفا يعني بيضايقوا منا فاحنا لكل اللي مطالبينه ان احنا نمر من الشارع على رجلينا طلبكم شارعنا. الوحيد انك تعدوا من الشارع بسلام من الشارع حضرتك آه. آه. ده الاداء ده قبل الثوره وبعد الثوره بيعملوا بعد معكم كده الثوره ما غيرتش ز... حاجه ما زال لغايه الان حضرتك آه. كل ده موجود اهانات شتيمه ضرب كل شيء موجود حضرتك بهنونا على طول باستمرار بألفاظ قبيحة ممكن يقابلونا في أي في أي طريق إن شاء الله حتى مش في الشارع في أي مكان تاني حضرتك بهنونا وإحنا إحنا تعبنا حضرتك لأن إحنا مستهزئين بينك منا حريم مش عارفين ناخد حقنا مش طايلين اي شيء نعمله فبيستهونوا بينا وبحقنا فمش عارفين نعمل اي مش... نعمل ايه اجهز لي ورقه إحنا من الشارع حضرتك نمشي من الشارع على رجلينا الصعب كل طلبك انت تمشي من الشارع على رجلينا نمشي من الشارع زي اي حد سماح فمس. ايه اللي بيحصل معاك ما فيش ان انا ما بجي اسافر اروح الكليه وكده ان انا م... في كليه ايه انا في تمرين كليه تمرين انا بجي اسافر ولا كده ان انا عم عشان اوصل للطريقه او اركب عربيه او مواصله ان انا بعدي من على الحدود مم. في ريشه كده بعدي من عليها اما كنا وصلت كل الهدوم اتنيلت كده طين او هم اخذ يعني طين وكده فما بعرفش ان انا اوصل للطريق اللي انا عايزاه عايزين نعدي من الشارع زينا زي اي حد عايزين نحس بالامان في بيوتنا كده زينا زي اي حد بغض النظر ان والدهم متوفى وكده بغا... دي حكم محكمه واتاخد الناس من حقها بقى تعيش أه... وريني ورقه الاحكام كده خدوا خدوا بقى احكام بسبب الموضوع ده احكي لي فهمني الحكايه وانا اعرض الورقه للناس دلوقتي. دلوقتي كل يوم والتاني بقى على البنات ف... خلاص عرفنا ايه بقى اللي يروحوا يعملوا محاضر مم. اللي بيحصل كالاتي المحضر ويروح المحكمه ويتخذ الحكم ويجي عند وحدة التنفيذ بتاعه السنبلوين ويتكرتن عليها. طبعا ده انا بعض الاحكام اللي قدرت اتحصل عليها من من داخل المركز نفسه. دي بعض الاحكام اللي قدرت اتحصل عليها على ياسر مصبح السيد علام ورامي رضا مصبح السيد علام وطلعت مصبح السيد علام وحماده مصبح السيد علام ورضا مصبح السيد علام وعلى هيبه السيد ابراهيم اللي هي امهم ال... وعلى ال... آه. عماد رضا مصبح طيب السيد علام الدين. كل واحد عليه حكم واثنين وثلاثه طيب وال... ياسر لا. مصبح السيد علام عليه اللي هنا موجود خمس احكام ده اللي آه. قدرت تحصل عليهم يا باشا بس اه ف... ورامي مصبح السيد علام عليه ثلاثه وطلعت عليه ثلاثه وحماده عليه اثنين ورضا عليه واحد وهيبة ابراهيم السيد هيبت. السيد هيبة آه. ابراهيم هيبت. السيد عليها حكم وعماد رضا مصبح السيد عليه حكم كل دي احكام اهي كل دي احكام عشان كده حضرتك هم بيستمروا في اهانتنا وضربنا واذيتنا لان ما فيش اي حكم بيصدر اساسا ما بينفذوش اي حكم من كده حضرتك ما فيش اي حكم بيتنفذ لا ما فيش ولكن الاسم بيعمل المحضر وكل آه. حاجه بنعان في جورد او اوجات كتيرة يعني في مش كل وضرب واصابات لا سماح جمال ايه كانت اصابات ايه يا سماح؟ كان كانت ايدي مكسورة وراسي مفتوحة فقطع طولي ورجلي رجلي اليمين كانت مكسورة ليه عملوا لك ايه ما مفيش احنا كنا مروحين البيت عشان نقعد في البيت عادي تجمعوا علينا سبع رجالة وكسروا لنا ايدينا انا ووالدتي وننتي الكبيرة كسروا لها ايدها وضربونا وضربوا لي اخت اصغر مني اللي عند الاطفال الصغيرة لما تجري يكعبلوهم يضربوهم ان شافونا ماشيين من الشارع بيسبونا وبيشتمونا بالفاظ بذيئه الفاظ سيئه طيب آه، رحت لمدير قابلت مدير الامن بتقول لي من شهر ثلاثه من شهر ثلاثه حاولت هو لسه هو مدير الامن اللي موجود دلوقتي ان شاء الرحمن هو نفسه بص يا استاذ معتز بالنسبه سيبك من الخدعه اللي يقول لك ان بعد الثوره في تغيير وفي كلام ده كله كلام اوسكار كله ورا الابواب المغلقه م. صعب ان انت تخش لرئيس مدير الامن صعب ان انت تخش لاي حد كان انا امبارح كنت في مديريه الامن وبتكلم امبارح الجمعه انا رحت بعد صلاه الجمعه ما عرفتش اوصل له يوم الأربعة فضلت واقف من الصبح من الصبح للساعه أربعة سيادته اجى مره بالعربيه ومشى تاني كان بمر بره م. صعب ان انت تقابل مدير امن صعب ان انت تقابل اي حاجه يعني هقتبس بس مقوله من السيد الدكتور زكريا عزم لما كان بيقول الفساد للركب لا الفساد مش للركب بس الفساد اللي انا شايفه مغطي الشعر بكتير يعني ما هوش واصل للركب بس صعب ان وصلت معاهم لايه انا قابلت السيد المدير وهو داخل المكتب بتاع لسه رايح عند مديريه الامن نطيت ودخلت من الحجز الامني وكانوا عايزين حجزوني وكده هو قال لي روح لفلان ومن فلان لفلان وحولني وللنهاردة من شهر ثلاثه انا ما رحت مدير لم عشان انا اصلا مش مقيم معاهم في قريه كفر سعد انا مقيم في بورسعيد ودول اولاد اختي وكل يوم والتاني انا اسمع ان رجاله اتعدت على حريم آه ضربوهم آه يكسروا ايد بنت يكسروا ايد آه آه اختي الكبيره اللي بتحكي عنها دي عندها أكتر من هم منهم سنه ثلاثه امناء شرطه ثلاثه امناء شرطه، ثلاثه امناء شرطه اللي هو رضا مصبح السيد علام امين شرطه هم. ويعمل باداره مرور القاهره هم. حماده مصبح السيد علام وده بوباء وشغال في مركز كفر صقر لان مركز كفر صقر يبعد عن القريه اقل من خمسة كيلو بيروح الشغل وكانه رايح يولع سيجاره بره ويروح يضرب البنات ويرجع تاني تروح تعمل في محضر يجي مم. ساعة المحكمة يجيب ورقة من الاسم انه في الشغل. مم. هو لو شغال في اسم السنبلوين هيبقى ارحم لأن اسم السنبلوين اللي احنا تابعين ليه بيبعد عن القرية 25 كيلو هياخد له ساعة زمن لما يروح عليه المركز ثاني، لكن في قفر صقر بيرجع تاني خلال خمس دقائق. طيب، تعالى كمان لموضوع انتوا عندكم خمسة محبوسين ايوه خمسه ايوه كانوا موجودين في فين في سجن ايه قبل الثوره قبل الثوره كانوا موجودين في سجن ابو زعبل سجن ابو زعبل وستك آه. عارف الموضوع البدو والموضوع التهريب وطلعوا هربوا مع اللي طلعوا مع اه و... ورجعوا سلموا نفسهم ولما حصل اعلان من مجلس الاعلى للقوات المسلحه ووزاره الداخليه الناس اللي عليها احكام وتسلم انفسها هتتعامل معامله حسنه هيرجعوها لاقرب سجن أم. لبلدهم طبعا مم. احنا اقرب سجن لنا سجن المنصوره مم. راحوا سلموا ورحت معاهم وسلموا انفسهم عن طريق المحامي العام ومعايا الورق اللي يثبت اللي انا مت... شفت مسلم للمحامي أه. العام ف أه. فودوا قعدوا شويه في المنصوره وبعد كده حولوهم على برج العرب طب دول حريم اللي بره بيروحوا برج العرب أكثر... مسافه سفر 12 ساعه 6 ساعات سفر اكتر بتق... بيقومكم يعني عامل ازاي؟ خمس ساعات سفر ومديروا خمسه فحاجه صعبه علينا جدا يعني ومكلفه تكلفه المسار مكلفه جداً علينا واحنا واحنا حريم مش في استطاعتنا اي شيء م. يعني احنا ما مش لا دخلنا دخل ولا احنا موظفين يعني عايزينهم يجوا في السجن القريب حسب ما اعلنت المجلس الاعلى للقوات المسلحه المميزات اللي أعلنوها اللي هيسلم نفسه هيرجعوه سجن بلده ادي حاجه أه بناشد برضو بعلاج جمال عبد الرؤوف عبد الحميد زي ما هم مهتمين بالسيد الرئيس السابق بعلاجه وقعد انا في شرم الشيخ ده مواطن زي المواطن عادي من حقه انه يتعالج م. ده في عند السجن ده في السجن عنده الوباء الكبدي عنده الناسور عنده البواسير وبالناشد من ايام ما كان في ابو زعبل مش عايزين يعملوا له تحليل اخد هنا الدكتور معايا وانا مسافر في الزياره واخده علشان ياخد عينه الدم يقول لي لا يمنعونا <applause> ان ياخد دمنا عشان نعمل له تحليل خارجي مش داخل السجن <applause> انا بناشد السيد وزير الداخليه والمجلس الاعلى للقوات المسلحه باعاده جمال عبد الرؤوف ومحمود محمد فكري والمتهمين على القضيه رقم 1347 ل 2008 من برج العرب زي ما هم وعدونا ونحس ان في تغيير بعد الثوره بعد ما وقفنا في الميدان وبناشد بالحريه يحسسونا ان لحنا حص على احنا حصل حاجه احنا برضه هرجع للمقوله تاني بتاع الفساد للركب لسه موجود اللي انا شايفه موجود وصلت رسالتك عموما اتصلنا باللواء عادل مهنا مدير امن الداهليه وعرضنا عليه المشكله فريق الاعداد في الساعه اللي فاتت وعد بكره بمقابلة الناس وانا هتابع مع حضراتكم الساعه 11 منتظركم الساعه 11 الظهر عشان يفهم منهم المشكله ووعد وعد قاطع بحلها هنشوف و... وازعم وازعم ان هو ان شاء الله هيوفي بالوعد اتصلنا بمحافظه الداهليه اللي هو محسن حف... حفظي طلب معرفة تفاصيل القضية ومستنداتها لحل المشكلة وطلب مقابلتكم الساعة 2 ونص الظهر يعني أنتوا بكرة عندكم مقابلتين 11 مع مدير الأمن والساعة 2 ونص مع المحافظ يعني على ما تيجي الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله تكونوا قلتوا لي وصلتوا لإيه وساعتها نقول للناس طب ماشي يا أستاذ ليكم طلبات تانية؟ أيوة لا طلب أستاذ ممتاز أولا أنا بناشد التفتيش القضائي لمراجعة الأحكام في القضايا 1347 لسنة 2008 والقضية رقم 1517 لسنه 2008 والقضيه رقم 1297 لسنه 2008 حيث صدرت بالمخالفه للقانون والمكتوب بالاوراق بتعمده لمجامله الخصم. هم. طالب التفتيش القضائي بمراجعه الاحكام ايوه في القضية اللي هي خمسه مؤبد اللي هي خمسه مؤبد وفي قضيتين هم. وضع نار يا استاذ معتز قضيه حريق في بيتنا كانوا لموا الحريم بعد م. المشكله الساعه 6 لموا كل الحريم في البيت وفضوهم من البيت بالكامل وابناء الخصم ولعوا في البيت بتاعنا م. والسيد رئيس المباحث اتهم ناس غير ابناء الخصم وخدوا براءة دي قضيه ايجوا عملوا فيلم تاني فيلم هندي عملوا حريق في بيتهم هم في م. بيت الخصم م. وبلغوا عنه بعد سبعة ايام بيت مش موجود فيه بشر خالص اتعمل المحضر في ساعته وتاريخه بتبليغ العمده بتاع القريه البيت اللي فيه سكان اللي هم ابناء الخصم موجودين في بيتهم بلغوا عن الحريق اللي هم عملوه بأناب الملتوف لرجاله الشرطه ورجال القوات المسلحه هم اللي يعلموا ويعرفوا يعملوا الملتوف اي حد يعمل من غير بس حكايه رجال قوات مسلحه ورجال شرطه اي حد ممكن يعمل مولوتوف لا ده فلاحين دول يا استاذ معتز بتتعمل اي دول الفلاحين دول دول دي المولوتوف دي بتتعمل دي بتتعمل تحت السلم مش مش عموما لو في حريق اصلا هم مبلغين ان الساعه 6 اللي هي اثناء الشكله اللي ساعه الشكله دي ان هو حصل الحريق في البيت بتاعهم كانوا موجودين فين هم كانوا نايمين فين وسايبين الحريق المباحث كانت موجودة الساعة ستة وراحت لمت الناس من البيت بتاعهم الحريم كلهم لموهم على الساعة سبعة وكلهم ما شافوش راحوا عينوا الحريق اللي اتحصل في البيت بتاع جوز الساعة 12 بالليل ما حدش لفت نظرهم ان كان عندهم حريق الساعة ستة فأنا بطالب وأناشد هاي التفتيش القضائي لمراجعة الأحكام في القضايا دي لأن أحكام جائرة وحك... وأحكام ظلمة وأحكام ما فيهاش اي شيء من بشكرك. القانون بالمره بشكرك العوض السيد محمد كلمه اخيره يا ناس لو حابه تقولي حتى حضرتك الحريق ده احنا خدنا فيه اربعه برضك واخدين فيه تابيده يعني الحريق الحريق برضك حضرتك واخدين فيه تابيده كل واحد من الاربعه تابيده انا وليا ثلاث اخوات بنا... اختين بنات غيري مم. مم. واخ كبير ليا غير حد. الخمسه المحبوسين ده غير الخمسه المحبوسين يا نهار ابيض كان ليا اخ اسمه حسن كان في قضيه الجتل فلما تبرأ من الجتل عملوا لنا مش حاجه يعني هم ما كانوش موجودين اصلا مم. كاسر ما كانتش موجوده ما خد براءه في القتل كأ... مش... لا مم. دي بس بعدته لان مم. الشهود قالوا احنا ما شفناش الاشخاص دي مم. مم. سماح بطالب من سيد وزير الداخليه ان والدي واخوالي يترحلوا السجن قريب منا عشان والدتهم ومش... مش شافتهم <applause> وبعدين السفر بعيد بيكلفنا اموال باهظه ونفقات باهظه واحنا لا نقدر على المصاريف بتعدوا من الشارع بامانه ونع... وان احنا نعدي من الشارع زي, نحن نحن زي نحن اي حد, ده لانه بامان بعد الثوره استاذ معتز انت شفت حد بيطالب أن نمشي في الشارع؟ ما بنمشيش حد طلبوا أمل انه امن في الشارع؟ هو ده طلب الغلابه عشان تعرفوا قد ايه في ناس بتعاني في هذه البلد وان الظلم ظلمات يوم القيامه وان الحكايه شوفوا الوقت مش كتير عليهم طبعا ولكن البلد فيها مصايب كتير ولكن تيجي تبص كده تلاقي في ناس خلابه كتير بيدفعوا تمن رهيب في هذه البلد لان محدش حاسس بيهم ولا شايفهم ولا باصص لهم بننتظر بكره اداء على المستوى المامول من مدير امن الدقهليه ومحافظ الدقهليه ويقول لنا اذا كانوا الناس دي بيتبلوا ولا بيتكلموا بالحق وساعتها يكون لكل حدث حديث ولا لكل حادث حديث بشكركم ونورتونا وهنتابع معاكم. ألف <applause> شكرا يا استاذ <applause> معتز وشكرا <applause> على مفيش شكرا على حاجة ده حقك وانا في خير لا يا استاذ معتز انا ده المعاناة دي بقالي ثلاث سنين فيها أكتر مش, مش, مش يوم ولا اتنين و25/8/2008 25/8 من ودول مشردين ولسه ما رجعوش بيتهم برضه ده هم مستوظفين في <applause> بيت جمال عبد الرؤوف بيت بيت جوز اختي لسه ما رجعوش برضه المقابل لبيت الخصم لسه ما رجعوش بالله عليكم يحسسوا الناس ان في امل بالله عليكم يحسسوا الناس ان الناس ان في امل ثلاث سنين والناس تعاني بالله عليكم العداله البطيئه بتكون العن من اي ظلم العداله البطيئه كمان قاتله انا عايز اختي المسنه ترجع بيتها دلوقتي بكره يعني... قولي لي النتيجه ايه بالله عليك بكره قولي لي النتيجه إيه. ماشي نورتني واسعدتني بعد الفاصل معايا الاستاذ عاصم عبد المعطي السليمان الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو حركه رقابيون ضد الفساد عايزين ايه الناس دي بعد الفاصل محطة مصر, سكتنا محطة مصر سكتنا ليكم. محطة مصر سكتنا ليكم. محطة مصر سكتنا ليكم. محطة مصر سكتنا ليكم. محطة مصر كلها على فكرة كلها مفيش فرق بين مواطن ومواطن إلا المواطنة وحب مصر. اهلا بيكم في محطه مصر. محطه مصر هي محطتنا محطه مصر سكتنا لبكره محطه مصر سكتنا ليكم 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 محطه مصر سكتنا ليكم